اليوم هو يوم التخرج، صح؟ هذا الطلبة ماشي كيما احنا موالفين نشوفوهم. هذا وين كملوا 120 مسؤول جزائري من 13 وزارة، 6 أشهر من دروس اللغة الإنجليزية برعاية السفارة الأمريكية. صح، علاش حاجة مهمة إنه المسؤولين الحكوميين يتعلموا اللغة الإنجليزية؟ We call this program Link because we believe English truly opens the door to new opportunities and networks. معرفة اللغة الإنجليزية تخلي مسؤولين حكوميين يشاركون في المؤتمرات الدولية يطالعون على المزيد من الدراسات والأبحاث ويتواصلون مع نظرائهم من كل أنحاء العالم. To build a real network between representatives from different institutions and to enhance our capacities. صح، هذا غير واحد من مجموع واسع من البرامج المختلفة اللي نوفروها واللي تعزز اللغة الإنجليزية في الجزائر. نقدم منح دراسية لتقريبا 200 تلميذ من المتوسطة والثانوية من عائلات ذات موارد محدودة واللي يقرأوا اللغة الإنجليزية لمدة عامين، يبدأوا من صفر حتى يولوا يتكلموها بطلاقة. قمنا بتدريب 22 مدرس لغة إنجليزية في حدرة باش يكونوا قادرين على التدريس بشكل أكثر فعالية في 6 ولايات أوروبية. وشجعت مسابقة التحدي الوطنية قبل شهرين جزائريين من جميع أنحاء البلاد على تعلم اللغة الإنجليزية معهم. وأكبر مشروع عندنا دوكا هو شراكة مدة 3 سنوات بين وزارة التعليم العالي وجامعة كولومبيا في نيويورك لتجديد مناهج تعليم اللغة الإنجليزية في كامل الجامعات الجزائرية اللي عددها 107. Promoting English language is one of the top priorities of the US Embassy in Algiers. Our goal is simple. We want every Algerian at every level to have the English skills necessary to succeed in their careers. And we are proud to partner with Algeria in expanding English language opportunities as a part of our broader educational and cultural relationship.